شاء الله. انا عملت معاكم السمنة البلدي اللي هي من الدهنة واللبن. بصوا بقى ايه هو، في يعني حاجة بصراحة انا مش عايزة، يعني حاجة مش مظبوطة يعني حصلت معايا، فانا عايزة اقول لكم عليها ايه ما تعملوهاش. يعني بصوا، انا حطيت لما عملت السمنة وكده سيحتها وحطيتها سخنة في العلبة اللي هي الايه، حطيتها في العلبة بتاعت السمنة دي. بصوا عملت ازاي، انا بحب اقول لكم على كل حاجة عشان ايه، يعني برضو نستفيدوا مع بعض بكل حاجة، عشان حرام يعني الحاجة الكويسة بحب اقولها لكم والحاجة اللي مش مظبوطة بحب اقولها لكم. انا عشان خاطر حطيتها في سخنة في العلبة، فيفضل لو هتعملي سمنة ما تحطهاش سخنة، يا اما وانا حطيتها برضو في التلاجة برضو عشان خاطر اتحطت في التلاجة فبرضو عملت صدى. يعني لما ما تحطيش، لو حطيتي سمنه ولا حاجه في علب زي دي ما تحطهاش سخنه جامد وما تحطهاش في التلاجة عشان خاطر ما تصديش بالشكل ده. وطبعا انا مش هرميها، بس انا هشيل بقى ايه الاجزاء اللي هي في النص دي، يعني عشان خاطر حرام مش هرمي طبعا الحاجه دي، هشيلها من الاجزاء اللي بعيد عن الصدى وهستخدمها عادي خالص ماشي، بس اللي هي اللي عليها صدى طبعا هرميها، يعني مش هستخدمها خلاص ماشي. بس ايه، انا حبيت اقول لكم يعني برضو على المعلومة دي عشان خاطر، يعني حطه في برطمانات بلاستيك برطمانات ازاز، بس ما تحطهاش فيها سخنة عشان ما تفرقعش منكم ماشي. اتمنى ان شاء الله الحاجة دي تعجبكم. وانا دلوقتي في حاجة تانية كمان عندي هنا بقى ايه، البقوليات، اي بقوليات عندنا عايزين نحتفظ بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي انا عندي هنا دلوقتي ده حمص ماشي، عندك اي بقوليات عايزه تحتفظ بيها ومن التسوس يعني والتلف وكده، ايه عشان الصيف والحر ده طبعا بيبقى الحر الجامد بيخلي الحاجه تبوظ. عندك اي ازازه، ازازه ميه، ازازه حاجه ساقعه، تكون غسلها ومنشفها كويس قوي، سايباها تنشف ما يكونش فيها ولا نقطه ميه، وتعبي فيها الايه، تعبي فيها البقوليات ماشي، معلش الصوت المزعج ده شوية، تعبي فيها بقى البقوليات دي وتحطها في التلاجة. هنعبيها كلها ونقول لكم، نوريكم بقى الشيء، هنعبي بقى الكمية كلها حبايبي حلوين. دلوقتي بصوا، بعد ما عبيت انا خلاص الحمص في الازازة، الحمص خلي بالكم ني مش مستوي. اي حاجة بقى تكون عندكم بقوليات تكون عايزين تحتفظوا بيها، حطوها في ازايز كده تكون ناشفة خالص ما يكونش فيها ولا نقطة مية، وتحطها في باب التلاجة، تحطها في الرف الاولاني من تحت خالص من التلاجة، في اي مكان يعني عندكم، بدل ما تحطها في اكياس، الاكياس ممكن تنزل عليها مية في التلاجة ولا حاجة تبوظها، فكده تبقى امن وتبقى مقفولة يعني محفوظة يعني كويس. وطبعا السمنة زي ما انا قلت لكم ما تحطهاش في العلب دي، يفضل ان انت ما تحطهاش في علب اللي هي بتاعت السمنة اللي بتتباع برة دي ويا اما لو اضطريتوا ان انتوا تحطوها فيها ما تحطوهاش سخنه وما تحطوهاش في الثلاجه عشان خاطر ما تصديش بالشكل ده ماشي، وحطوها في برطمانات بلاستيك او ازاز، ولو حطيتوها في برطمان يعني ما تبقاش سخنه قوي عشان خاطر ايه ما تسيح لكمش البلاستيك ولا تكسر الازاز. اتمنى ان شاء الله الفيديو يفيدكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.